وحين أفزع ليلى طيبة صوت صريخ هب الصحابة خائفين، وبادر شجعانهم بالخروج من بيوتهم ميممين تلك الجهة ليكتشفوا سر الصوت، متسائلين قلقين. فرأوا أمامهم إمامهم صلى الله عليه وسلم، أخرجته قبلهم رعايته لرعيته، وسبقتهم أقدامه وإقدامه. رجع إليهم من جهة الصوت قبل أن يصلوا إليه، عاد على فرس لم يمهله خوفه على أصحابه، فامتطاه بلا سرج. عاد وعلى عنقه سيفه. لم يحتج ليل طيبة ليعود إلى سكينته وليغفو في أمانه، سوى أن يسمع شفتي الأمين تطمئن أصحابه الخائفين: لن تراعوا، لن تراعوا.